تبدأ الأفيونة مع توني ستارك الفك الطرش اللي معاه فلوس أكتر من نجيب سويرس وأبو هشيمة وصاحب أكبر شركات لصناعة الأسلحة. المهم هو دلوقتي موجود في أفغانستان بيعمل عرض لشوية صواريخ زي بيجربهم كده. فجأة واحدة بيتدرب عليه صاروخ من بتوعه ويتخطف من جماعة إرهابية اسمها أفيونة، ودي القناة بتاعتها، اشتركوا فيها عشان نحتل العالم سوا. ودول أكتر كومنتات مميزة عندنا الفترة اللي فاتت. نرجع لأخينا توني اللي اتصفى قلبه جامد، وبنلاقي شخص موجود معاه بينقذه وركب له زي دايرة كهربائية مغناطيسية عشان تفصل سحابة بواشة زي القنبلة اللي موجودة في قلبه او اللي اتضربت في قلبه. حد فاهم حاجه؟ والله ولا انا. المهم بيخش عليهم اللي خاطفهم، وتقريبا كده كان لسه متفرج على فيلمه بالعربي عشان دي كانت طريقه كلامه. يا اهلا وسهلا وميت مرحبا بمستر توني ستارك. وبيطلب من توني ستارك انه يصنع له نوع صواريخ اسمه جيركو، وطبعا توني بيرفض عشان دي ضد مبادئه وده ارهابي وكده. فالارهابي بيفضل يعذبه ويغرقه لحد ما توني يقول له ان هو موافق عشان يكسب وقت، وبيكون شغال على مشروع تاني. والمشروع التاني ده بيكون الرجل الحديدي، وبالصلاة على النبي كده بيقدر يصنعه جوه كهف وبأقل المعدات والخامات. اول ما بيخلص تصنيعه بيستخدمه في تدمير الجماعة الارهابية ديت، وبيساعده في الهرب الراجل اللي موجود معاه، وكمان بيضحي بنفسه عشانه. واول ما بيخرج من الكهف بيفجر كل الاسلحة اللي عندهم ويطير بعيد عنهم خالص، لكن بيقع عشان طاقته خلص. بتلاقيه طيارة امريكية ويرجعوه ويجيبوا له برجر ويروعوا عليه. واول حاجة بيعملها لما بيرجع مؤتمر صحفي كبير، وكل الناس بتستغرب من التصريح اللي هو قاله. والتصريح ده بيكون ان هو وقف تصنيع اسلحة نهائي عشان بتقع في ايد الناس الغلط وبيقتلوا بها الابرياء، اللي هو حس بالناس بعد ما اتخطف واتمرمط من الجماعة الارهابية دي وكده. بيتدخل شريكه ويقول يا جماعة معلش ما تاخدوش كلام توني جد قوي، عشان هو اتخبط على دماغه جامد ومش عارف هو بيقول ايه. انت مال امك. هيحلق له. بعدها هيطلب من عزة سكرتيرته انها تجيله المختبر وتساعده في تطوير الجهاز اللي حطه على صدره، ويبدأ في صنع البدلة الجديدة اللي صنعها في الكهف بس بشكل متطور شوية. وبيساعده عزة الذكاء الاصطناعي اللي هو صنعه برضه. المهم بيفشل مرة والتانية لحد ما بينجح انه يطير بالبدلة، ولكن بيلاحظ ان هو كل ما بيرتفع بيها بتتجمد، وده كلام منطقي جدا عشان زي ما انتم عارفين ان كل ما بترتفع 150 متر عن سطح البحر بتقل درجة الحرارة 1 درجة مئوية. بيرجع يلاقي عزة حطله الجهاز اللي صنعه في الكهف في بوكس ازاز كده زي ذكرى ليه، واللي بتدل على لان توني ستارك عنده قلب من حديد. هيقول له امال لو شفت قلب التاني اللي من فولاذ هتعملي ايه. وهنا كان قصده على الجهاز الجديد اللي عمله بعد التعديل. المهم بيكمل شغل على البدله، واما بتخلص بيلونها بالاحمر والاصفر، وبيقرر انه يجربها ومش بيلاقي احسن من الارهابيين اللي في افغانستان. وفعلا بيروح على هناك. تعالى تعالى انا عايز، وبيعمل معهم فوق الصح صحين ثلاثة. بس اللقطة انه هو راجع بتعقبه طيارتين امريكيين. بيتصل بصاحبه جيمس رودي اللي هو طيار في الجيش الامريكي، هيقول له مش وقتك يا توني دلوقتي خالص، في رجل قال احمر طاير ومجنن امي عمال يدمر في الطيارات بتاعتنا. توني هيقول له اه ما انا عارف، ما انا مكلمك عشان اقول لك ان انا اللي جواه. رودي هيقول له احلف. بعدها توني بيرجع البيت، عزة بتشوف عليه اثار ضرب نار، هتقلق عليه جامد. هيقول لها ما تقلقيش، هتقول له انا مطمنه ناوي. بعدها بنشوف شريك توني الاقرع في افغانستان وبيتكلم مع زعيم المافيا اللي هناك، وبنعرف ساعتها ان هو اللي امر بخطف توني ستارك، وده يعلمنا ان الضربه ما تجيش غير من اقرب واحد ليك. المهم بيختلف هو زعيم المافيا، فبالتالي بيشكوا بجهاز شبه جهاز الانسولين كده يجيب له شلل حتى الموت. بعدها توني بيطلب من عزه انها تروح الشركه وتنقل كل ملفات الاسلحه على فلاشات، وفعلا هتروح. وهي بتعمل كده بتكتشف خانه شريكه الاقرع بالصدفه، وبتنقل كل المعلومات، وهو بيخش عليها ما بتلحقش تعمل ريستارت، فبيعرف ان في ملفات اتنقلت. بعدها بنشوف الاقرع بيروح لجينيس الشركه يقول له عايزك تعمل لي جهاز كهرومغناطيسي لولبي زي اللي توني ستارك عامله، قصده على الجهاز اللي في صدره. الجينيس هيقول له لا طبعا انا ما اعرفش اعمل كده. ساعتها هيتعصب عليه ويقول له توني ستارك صنعه وهو مخطوف في كهف بشويه خرده. الجينيس هيقول له يا عم مبروك، انا مش توني ستارك، أنا راح اعمل شاي، تحب اعمل لك. هيسيبه يروح لتوني ويغفله بواحده انسولين ويشيل حركته وياخد الجهاز من صدره ويمشي، وتوني من غير الجهاز ده ممكن يموت. بس افتكر الجهاز القديم اللي عزه محتفظه بيه، بيركبه ويلبس البدله بتاعته ويروح يلاقي شريكه شغل بدله هو اللي عاملها بالجهاز بتاعه. يحاربوا بعض شويه وشريكه بيكون اقوى منه، بس لان توني اذكى منه بياخده ويطير بيه لفوق عشان يتجمد. وتوني عشان ملسوع في الحركه دي قبل كده مأمن نفسه ومطور البدله بتاعته، بيعيش وشريكه بيموت. العلام بيفتح المخ. بعدها بيعمل مؤتمر وبيقول للناس كلها بكل ثقة انا ايرون مان واللي عندكم اعملوه. وبس كده خلصت الافيونة بتاعتنا النهاردة، بس مفعولها هيكمل معاكم شوية. ما تنسوش لايك شير كومنت، وياريب برضو تتابعونا على الفيس والانستا عشان الدنيا هناك على البايز، وهنهتم بيهم الفترة اللي جاية، وان شاء الله صفحتنا هتكبر بيكو. احلى افيونة عليكم.